شهد سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام المباراة النهائية في فئة الزوج لبطولة وزارة الداخلية تشالنجر للتنس، وذلك بحضور سعادة الشيخ عبد العزيز بن مبارك الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس، وسعادة السيد خميس المقلى رئيس نادي البحرين للتنس، وعددا من المديرين العاملين وكبار الضباط بوزارة الداخلية. بهذه المناسبة أشاد سعادة رئيس الأمن العام بالدعم الكبير الذي يوليه الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية للاتحاد الرياضي للأمن العام لتنظيم إحدى جولات بطولة ATP تشالنجر للتنس في مملكة البحرين، وهو ما كان له الدور الأكبر في كسب ثقة الاتحاد الدولي للتنس بمواصلة البحرين لاستضافة إحدى جولات بطولة تشالنجر. وأعرب سعادة رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره للاتحاد الرياضي للأمن العام ونادي ضباط الأمن العام لإقامة هذه البطولة الرياضية المتميزة وكل من ساهم في إنجاحها من خلال حسن التنظيم والإعداد لها، مشيدا بالمستوى الفني للبطولة والروح الرياضية العالية التي تميز بها المشاركون. وفي ختام المباراة قام سعادة رئيس الأمن العام بتتويج الفائزين في المباراة النهائية في فئة الزوج بالكؤوس والهدايا التذكارية.